أول حاجة بتمنى جد تسمعوا هذا الفيديو للآخر، إنكم ما تعملوا سكيب على هذا الكلام، تعطوني أذانكم لحتى أوصف لكم صورة الوضع إيش اللي صار بالضبط. حاليا أنا مش متوقع إنه الصبح إجا بالمرة، ما كنت متخيل إنه هاي الليلة تمر على خير. أنا عشت في الحرب اليوم أكثر من 276 يوم، أبدا ما خفت إلا في هاي الليلة لأنه اتحصرنا من كل مكان. حاليا أصلا مش قادرين ننزح من المكان اللي إحنا فيه بسبب الكواد كابتر، قصف، مدفعية، شو بدك موجود، رموا علينا ريحة غاز بتخنق كثير، عدد شهداء مش عارف تطلع، مش عارف تعرف إيش اللي أصلا في برا، في كمية قصف خيالية، أحزمة نارية من كل مكان حاصرونا فوق. إحنا كمان والله جعانين، وخلان الواحد يحكي زي هيك. بس امبارح كنتوا تحكوا عن هدنة، امبارح كنتوا تحكوا عن وقف اطلاق نار والحديث، واليوم انتوا جايين تجزروا فينا في الشمال، ايش اللي بصير؟ انا مش فاهم. بس كل اللي بدي افهمه انه انتوا لازم تفهموا انه صورة الوضع حاليا كل العيون خليكم مركزين على شمال غزة، لانه احنا مش بس بننباد، احنا بنجوع وبننباد كمان، ومش قادرين ننزح لانه حاليا حركة النزوح مقتصرة على بين التفاح جبالي معسكر والغرب، ما فيش اي مكان وينك تروح، كله تحت الطيران وكله تحت القصف. فادعونا يعني ممكن الساعات الجاية نكون من عدد الشهداء، يعني أسأل الله أنه يتقبلنا، ولكن بتمنىش أني أفقد أي حد، فدعواتكم جداً.